وهذا الدور متفقين. هذا الدور متفقين. مشكور عليه مجلس الإدارة الحالي لأنه عمله على أكمل وجه. خلاص الألعاب أول سنة كانت مرتبكة، ودي فترة ما كانش فيه خبرات ولا فلوس ولا حاجة، تداركوها وعملوها وصلحوا كل حاجة كويس. وأقول أنا بقول هذا الكلام لأن إذا ما قلتوش أبقى راجل مغرض تمام، لكن لما أنبه المجلس ده أنا مش متفق معاك في كده، الدنيا ما تتقلبش يا بنت. لا 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 أنت بص يعني. بص يا باشمهندس إن إحنا نختلف والله ما أزعل، أنا ضد فكرة التشويه اللي انا شايفه. يعني انت لما تتعب يعني خلينا في اللي هنا. لا هقول احنا لينا علاقه بيهم، اخر جمله والنبي عشان احنا لينا علاقه بيهم يعني. لا لا اللي بيشوهوا لا، اصل انا شخصيا انت عارف اللي حصل بيني وبينك الليله دي حبا في عادل الايعي. طبعا. ليه؟ طبعا. ليه؟ وغيره عادل الايعي. طبعا. لان انا لما ابقى ماشي في النادي وحد يقول الله هو الباش هو هيبقى احمد موسى وشوبير وفلان. لا لا احمد موسى لو بطبل واخد بالك. اسمع بس هو انا بطبل لحد؟ لا يا سيدي انا في الهجوم. بتكلم في الهجوم. هجوم في ايه؟ اسمع بس بس اسمع بس انت صديقي اسمع. لا بس لا والنبي ما حدش بيقول كده. يا انا اللي بقول ما يا سياده العبيد انت بتقول ايه؟ انا حابب احمد موسى. لا اولا احمد موسى راجل سياسي، انا ولا مش شوبير سياسي. ولا شوبير ولا شوبير يا راجل شوبير يا راجل شوبير. نغتاب الناس ليه؟ لا ما بغتابش انا على الهوا. ما يدخل انا ما يدخل يرد. شوبير ايه اللي قاعد على مدى كمية حلقه يقول انا متمسك ببند الثمان سنوات؟ هو ده في قناته يا دي واحدة. لا لا ما هو ده النادي الاهلي. انا من حقي ادافع عن النادي. انا مالي ومال شوبير يعني. انا مالي ومال احمد موسى. ما دافعش عن النادي الاهلي حتى في قناه الاهلي. ما دافعش عن النادي الاهلي. لا كل واحد له اصول ماشي.